تتواصل في مدينة المكلا الفعاليات الرياضية المصاحبة لبطولة الشيخ محمد بن زايد لأندية مدينة المكلا، والتي يرعاها المجلس الانتقالي الجنوبي، احتفاء بالذكرى 53 لذكرى الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر المجيد، والذي يصادف يوم الشهيد الإماراتي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. ضمن الفعاليات المصاحبة لدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أطلقت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية تزامنا مع الاحتفالات الشعبية بذكرى الاستقلال الوطني الأول واليوم الوطني لدولة الإمارات. يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الألعاب المصاحبة، ألعاب القوى، لدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كذلك أيضا تضمن هذا الدوري العديد من الألعاب القوى المصاحبة. كل هذا العرس يأتي وفاء لمن يستحق الوفاء، وفاء لشعب الإمارات، لقيادة الإمارات الذي قدمت الكثير لأبناء الجنوب وحضرموت بصورة خاصة. بطولة سباق الدراجات الهوائية لأربعين متسابق من محترفي وهواة الدراجات كانت أول نشاط رياضي مصاحب لدور صاحب السمو محمد بن زايد لأندية المكلا، لينطلق في اليوم التالي سباق الماراثون المفتوح لأكثر من 50 متسابق. انطلق من أمام فندق موج مرورا بالجسر الصيني وصولا إلى ملعب الفقيد بارادم، ليتوج اليوم بانطلاق بطولة الغوص في بحر المكلا. فعاليات فنية ورياضية وترفيهية تشهدها المكلا ومختلف مديريات حضرموت، احتفاء بالذكرى 53 للاستقلال الوطني واليوم الوطني لدولة الإمارات. لقناة المكلا، محسن بالبحيث.